سلام عليكم. 5 حاجات تعرف من خلالهم ان انت في علاقة مرهقة مستنفذة للمشاعر وبتموت القلب بالبطيء. ركز معايا. رقم 1، لما تحس ان انت مضغوط نفسيا ومش مبسوط ومش فرحان، وكمية الخلافات والمشاكل والجدال في العلاقة بينكم كتير جدا، والخصام بينكم بيبقى مستمر لفترات طويلة. الحاجة التانية كمان، لما تقعد تبرر للإنسان اللي قدامك وتفهمه بوجهة نظرك وهو مقتنع بوجهة نظر تانية، ودايما مش مصدق الكلام اللي انت بتقوله، ودايما حطك في دايرة سوء الظن، وان هو شاكك في كل حاجة انت بتعملها، فتقعد تبرر وتقعد تبرر، وفي نفس الوقت الإنسان اللي قدامك مش مصدق ده، فالتبرير ده بيستنفذ طاقتك وبيخلص مجهودك الجسماني والذهني وبيخليك دايما مشتت. الحاجة التالتة، لما تضطر ان انت تكذب على الانسان اللي انت مرتبط بيه مع انك في الاصل مش كذاب، بس هو وصلك ان انت تكذب علشان تخلص من ردود افعاله اللي مش هتخلص منها، وعلشان تعمل حيلة دفاعية للهروب من الموقف، لانه هو كده كده ما بيصدقش اي حاجة، فخلاك ان انت تكذب. فاعرف ان انت لما هتبدأ تكذب على الانسان اللي انت معاه في علاقة، اعرف ان هو وصلك لده وارهقك نفسيا، وخصوصا لو كنت انت مش انسان كذاب. الحاجة 4، لما تهون على الانسان اللي انت مرتبط بيه في علاقة، لما ما يفرقش معاه ان انتوا تناموا زعلانين او مش زعلانين، لما انت بيكون في بينكم موقف وانت بتقرب بالاعتذار وتروح تعتذر وتقول مفيش مشكلة عادي عشان نبقى مع بعض، هو ما يتقبلش ده ويفتكر ان انت انسان ضعيف، ويقعد يضغط عليك يضغط عليك، وبيعديش اي حاجة ممكن تعملها بسهولة. كل ده بيعمل زي إرهاق وضغط نفسي وضغط عصبي، ولما حد يسألك يقولك أخبار الحب أو أنت عامل إيه، تقوله أنا مش مبسوط أنا مضغوط نفسيا. الحاجة 5، طول فترات الزعل، يعني لما فترات الزعل والخصام بتطول ما بين 2 مرتبطين مع بعض أو بيحبوا بعض، ده بيعمل جفا وبيعمل ضغط نفسي وبيعمل فتور عاطفي في العلاقة، وبيخليك تحس ان انت مش مستقر نفسيا في علاقة مع انسان انت بتحبه، وممكن يكون في طرف من الاطراف، الطرف اللي معاك بيحب فترات الزعل تطول، لانه بيحب ان الانسان اللي قدامه زي ما بنقول كده ايه، اعلمك الادب او اخليك مش تقرر ده تاني. فده للأسف الشديد مع الوقت بيعمل جفا وبيخلي فيه قسوة، وبيحول مشاعر الحب إلى مشاعر كره، ونتفاجئ إن بعد قصة حب كبيرة جدا جدا تحولت إلى فراق بسبب الضغط النفسي والعصبي اللي كان بيمارسه أحد الأطراف في العلاقة. سلام عليكم.